السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بدايه فيديو جديد ومختلف تقريبا ما عملناهوش قبل كده يعني صح؟ صح. انتوا نايمين ليه؟ ما تقولوا صح. صح. هما مش نايمين، هما عايزين ياكلوا البيت. جعانين. بقول لك جعانين. كل واحد فيهم يا جدعان ما اكلش من الصبح عشان يكسب المسابقه، يعني عشان هو اللي يكسب وما يتحكمش عليه. المهم اللي هيخسر فينا احنا دلوقتي، كل واحد معاه بتزايه اهي، كل واحد معاه بتزايه اوكي وكنز. هن ايه؟ ما تقول لهم هنعمل ايه؟ اذا كان انا ما اعرفش. عاملين تحدي. ايه ده؟ عاملين تحدي؟ الله. جايبينها منين دي؟ المهم يا جدعان ده تحدي، كل واحد يا جدعان معاه بيتزا زي ما انتم شايفين. كل واحد معاه بيتزا وكنزات، فهناكل واخر واحد هيتبقى ما اكلش اللي هو البطيء اللي فينا هو اللي هيتحكم عليه، كلنا هنحكم عليه حكم واحد. اوكي؟ طبعا. بس لازم يكون مخلص البيتزا وكنزايه كلنا. طبعا انا هاكلهم كلهم. هنشوف بقى من دلوقتي اللي هيكسب. يلا بينا. يلا بينا. 1 2 3 ابدا. ايه ده؟ هاكل بايدي؟ ايه ده هاكل بايدي؟ هو اللي حابب تاكل بايدك. بص بقى، بص انت تاكل بايدي؟ بص حطه دي كده. ده بسم الله الرحمن الرحيم. ياكل مرة واحدة صعبة. مسميته؟ أنا أول واحد سميته. مسميته سر. خلصت بتاعتي. لا والله لحقته؟ يعني جذب أول حتة؟ بتحش. جامد. جامد زي يعني. انا عارفه انا فتحته بالعافيه. امين خلصت. حرام ابيض. جعانه. عمال افتح بيه مش قادر يتفتح. طول النهار ما حدش كان عشان يتحدى. حبيبي بيك. بس لو حد كان بيقول لا طعمها حلو مش احلى منها. ملوش سنان. الكبسه مش بيتفتح. جامد. والله ملوش سنان. ايه فتحته. خد ياخد خد ياخد. لا شكرا. بلع عشان في الاخر ايه؟ ما اكونش بيعرف اشرب ما اعرفش اشرب فايه؟ لا خليك تشرب. ايه ده يا منى؟ ايه ده؟ انا مش عارفه افتح. ده رايك بصلصه كاتشب. بيرزي بتاكل قبل كده. لسه جاي افتكر دلوقتي. لو حد خلص يجي يكمل معاه. انا العقاب هيبقى قاسي. العقاب هيبقى قاسي. العقاب هيبقى قاسي على اي حد. احنا قدنا. طعمها لذيذ. طعمها ايه؟ لذيذ؟ انت ابن عمك ده؟ هذه افضل بيتزا. كل ده نص من المونتاج. يا جماعه بجد الكاتشب ده صعب. ماما بنت غلبتنا. بلوزه والله بجد وقع البلوزه مش عارف يطلع. كان لازم عندي حلم بقى. صح يا مصر. انا رحت خلص. عايز اريح شويه من تابل. انا عندي ثلاث دروس واجعيني. يلا يا طريقة. كنت جامد. مش عارف استطعم كده. ببلع على طول.
هو كتشب ده ماله؟ مش فاهم انا في ايديه الشيء. دي كراسي خلصت يعتبر. في كراسي دي واحد. هنفصل لها ترابيزه. خليك تفي بهذا القدر سيبها مسابقه تاني. يا جماعه عايزه مناديل. سيبي الحاله دي. حاسس بقى من الطشر ده. عايزه مناديل والله. عايزه مناديل؟ ايوه. شوكه ايه؟ هتخسرها عشان الوقت لو قمتي ما تقوليش. انا رايحه اجيبها غير. عدل ورايا عدل ورايا. كانت ايه يا اخي؟ قررت خلص. انا قررت خلص. لا مش عايز تحكم عليا. لا. لا بقى كده بقى عشان ايه؟ يسمي بقى كده تاني من ايه؟ اكل معاكي؟ لا معلش مش هتاكل معايا. انا خلصت. فاضل حتة يا ابنين الحمد لله لسه مش جيت وين في ده؟ فين انت في التحدي؟ اه يا حبيبي لازم تخلص ده معايا هخلصها في ثانية. راح حمار ده كله ورا بيخلص وانا لسه قدامك ثلاثة. لا بطي اتملت بطي اتملت على الاخر خلاص احسن سيبها بقى سيبها سيبها لا سيبها بقى سيبها لا بقى يا لهوي والله ما قادر خلاص بس اكل بقى خلاص دلوقتي ده مش متساوي انا بطني اتملت بطني اتملت في حته تاني انتوا كلتوهم ازاي كل الوقت خلص يا ابني عيب عليك لما كمان عرفت خلص مجوع نفسه دي لسه مليانه ما انا هشرب اشربيها بقى مش قادر انا تعبت ولازم بطني لازم اضربها خلاص كله ما تعبت يا لو ده خلاص خلاص ما خلاص انا احلى حاجه احبها في البيت كله الزيتون هات منديل يا يوسف منديل يوسف انت مش سامعني؟ يا خلاص انا خلصت الكنز كده انا اكل وسط العرق انا ما حاسس بطني ايه مش عارف والله انا واخد مال يعني بجد مش عارف فاضل منى ومحمد فاضل منى ومحمد انا خلصت انا خلصت منى بس الحمد لله مش قادره خالص انا فاضل لي حتتين وانا ما فاضلهاش حاجه انا بطني اتنفخت وربنا وانا بطني على الاخر والله بجد انا مش قادر والله بجد بطني مش قادر يا ساتر خلاص كله انا منى بس عايز اكتشف يا منى اكون مكاني تجيب اساعدك كنت تجيب اساعدك يا ابني اتدفخ انت مش عايز تحكم عليا تجيب اساعدك مش عايز تحكم عليا انت البيبس يا ابني هات اساعدك يا ابني انا مش قادر يا ابني هات اساعدك تجيب اساعدك كان على صدقت ولا ايه؟ بطني اتملى يا ابني هات اساعدك يا ابني انا شو هرجع قلت لك هات اساعدك من الاول بطني خلاص انا مش قادر خلاص بقى خد العقاب وخلاص هتكونوا حنينين عليا؟ لا لا بنت نفسي انا بطني اتملت والله انا مش قادر انا عن نفسي مش هسامحك ومش هرحمك ولا انا لا انا اصلا وقفت ساعدك من الاول قال لي لا على فكره لو انا اللي كنت كسبت كنت هبقى حنين معاك هو يبقى حنين معانا؟ لا كذاب ما حصلش بس هي لسه ما خلصتش الكنز اه انا خلصت ايه؟ ما خلصتها خلص والله لا بقى لا بص بقى اضطر اقول لك بقى تعمل ايه انا والله بقى حته واحده يا جدع حته صغيره لا هي مش كده لو حته قد كده مش عارف انتوا بطنكم ايه دي حته ونص انا قلت لك اساعدك ما تقدرش هتحكموا بايه؟ انا احكم بايه؟ ما اعرفش بص 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 انا اقول لك على حاجه قولوا حكم واحد كلكم تقولوا عليه هيوافق اقول لكم هيوافق قول هيدخل جوه الحمام وانزل على ميه بالدش انا موافق
وايه القرف ده؟ موافقه. بقول لك ايه؟ يلا موافقه. يلا هو الحكم ده غيره، بلاش الحكم. لا لا هو الحكم ده غيره. لا لا انت كنت بترشنا بالدقيق وتحملها بالميه. لا انا موافقه. انا هنزل مش هنعرفش مش هتنازل. انا موافق بس فاهم، ما قلتش يعني خلاص كلكم. هو اللي موافقين مش حاجه ثانيه غيره. يلا يلا بينا. انا ده يا جماعه انا هتعاقب. اهو يا جماعه يلا استحمى ده انا بس دي مره اقول عليكم. يلا بس يلا افتح هفتح السخان. لا 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 ما ساعه هفتح ال لا ميه ساعه مش هينفع. لا يا جماعه ما اتفقناش على كده. انا افتح لك. انا احنا ما اتفقناش برضه على السخان. انا مفتحش السخان. لا يا ابني انا هفتح له الساعه. ده اللي الساعه ايه اللي افتح له الساعه؟ خلاص مش عايز افتح. انا قلب الام الام ولا يا جدعان. يلا يلا ما ينفعش. لا انت كده بتخاصم. يلا يلا اسحبها في اللي تحت. لا اسحبها في اللي تحت. اهو يلا هتفتح حمو ولا انزلك انا عافيه. يلا انت تحته دوس خش يا يوسف. خش ده بس كده. خش لا ده بس واحد. لا استنى بص استنى بص يلا تبغى تسحبها للنظاره؟ كل مش مهم الانسان كل النظاره. يلا يلا خلي القرع دي تحمل. مش هتعمل القرع. لا مش هتعمل القرع. مش عايز لا يا واحد عسل كده يا ولد. انت موز مش زحمه. خش يا ماما يا ماما ماشي.